صدر وصباحكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على قناة البلاد، سعيد بلقائكم في هذه الصبيحة من يوم الجمعة التي نتمنى أن يجعلها الله سبحانه عز وجل لنا يعني جمعة مقبولة، وأن ترتقي الأعمال وأن يشفع لنا وأن يرحمنا كبشرية، كجزائريين، كمسلمين، خاصة في الأيام مع الظروف العصيبة اللي تعرفها طبعا تركيا وسوريا. نحن نتحدث على هذا الزلزال هذا اللي ضرب تركيا وسوريا، ونتكلم على الجانب التضامني بطبيعة الحال، نتكلم على المشاعر الإنسانية، نتكلم على يعني الأصل والمواقف اللي ينبغي أن تكون عند المسلم، ولكن في نفس الوقت نحاول أن نتحدث على بعض الناس الذين يعني لا يتورعون في يعني التقوت بمآسي الناس. يعني في أيام هذه الأيام العصيبة هذه تجده يعني يطلق العنان لفتاوى وحكايات وآراء وكذا، ولا يلقي بال يعني لما يقول، وما يعرفش أنه في بعض الأحيان يتكلم يعني باسم الله، يعني راوي يصدر أحكام ويصدر فتاوى. كلمة زوج يقول لك ما ربي غاضب علينا نهار للجفاف، قال أو يعني ما نزلتش الأمطار، قال لك ربي غضب علينا. الآن في الحكاية هذه تاع سوريا زلزال وكذا، قال لك ربي غضب علينا والمعاصي وغيره إلى آخره. ما مدى صحة هذا الكلام؟ خطورة هذا الكلام؟ هل في مثل هذه الأوضاع يعني نتوب إلى الله ونستغفر الله وندعو الله سبحانه وتعالى، ولا نحاول أن يعني نحمل الوضع أكثر مما يطيق؟ نحاول نناقش هذا الموضوع. لماذا هذا الفهم، خلينا نقول بالمزدوجتين، السقيم، هل هو بريء غير بريء؟ نحاول أن نناقش هذا الموضوع رفقة الأستاذ موسى عبد اللاوي، ومدير شؤون دينية سابق وإنسان مختص في الشريعة الإسلامية ومشتغل بالفكر وبالثقافة الإسلامية. أستاذ موسى مرحبا بك. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، ثانيا أشكرك على الدعوة، ومن خلالك توجه بالشكر إلى هذه القناة، قناة البلاد، وأتمنى لها التوفيق والنجاح. وأنا سعيد جدا في هذه الصبيحة المباركة مع هذه الرحمات التي تنزلت علينا، ونتمنى أن تتنزل على إخواننا بسوريا وبتركيا، وتتنزل على البشرية في كل مكان إن شاء الله. نعم أمين. طيب الآن أستاذ في المقدمة أنا قلت بأنه يعني في هكذا ظروف ويكون واجب التضامن، واجب الدعاء، واجب الاستغفار، واجب التقرب إلى الله، دون أن نصدر أحكاما وأن نكون يعني على الضحية جلادين. يعني طبيعة ما نقولش أساءت إليهم أو عاقبتهم أو كذا، حاشا لله، ما نقولش هذا الكلام، ولكن هم في ظروف قاسية، بدل أن نتضامن معهم وأن ندعو لهم الله سبحانه وتعالى، نصدر أحكاما، قال هذا غضب الله، هاي معاصي، هاي كذا، أي كذا. ما حكم هذا الكلام أنا يعني؟ أولاً أستاذ محمد يجب إذا سمحت أن ندخل بمقدمة. نعم تفضل. الزلزال أو أي ظاهرة طبيعية هي آية من آيات الله. ما معنى آية من آيات الله؟ آية من آيات الله بمعنى كل الظواهر التي تقع في هذا الكون هي بقدر من الله سبحانه وتعالى، يعني بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. ومسألة القدر من الصعب جدا أن تفهمها العقول البشرية، لأن قضية القدر والقضاء، النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الصحابة يتناقشون في هذا الموضوع غضب جدا وقال لهم هل اشتغلتم بما يفيدكم؟ تبقى أن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان، أن الإسلام أعطى الأجوبة على الأسئلة المحيرة، ومن بينها ما يعني ذكرته وما يتداول على ألسنة الناس وينشر في وسائل الإعلام والوسائط، بأن بعض الظواهر مثل الزلزال هي عقوبة إلى غيره. هنا قلت يجب التوقف في هذه المسألة. أولاً الدين كما قلت لك ذكر في القرآن الكريم المولى سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. هذه الظواهر وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت في عهد جميع الأنبياء. نعم. السؤال الذي يطرح، كيف واجهها الأنبياء
أو كيف تطرق إليها الدين الإسلامي. أولا الزلزال أو أي حادثة تحدث في هذا الكون أوجد لها النبي صلى الله عليه وسلم عدة نقول أدوية نقول حلول. مثلا لما انكسفت الأرض بمناسبة هي ليس بالمناسبة وإنما انكسفت في وقت مات فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. نعم. فالناس قالوا كما يقولون اليوم. نعم. نعم. قالوا الشمس انكسفت بسبب وفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أجابهم قال الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أي بشر. نعم. هذه حوادث في الكون يعني لا لموت لا لميلاد لا النبي ولا لابن النبي ولا لأي إنسان. نعود إلى الزلزال. الزلزال كظاهرة طبيعية كآية من آيات الله سبحانه وتعالى كجند من جنود الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقع لظروف طبيعية ولحكمة يعلمها المولى سبحانه وتعالى. ولذلك لا نبحث كثيرا في بعض القضايا لأنه لو نتعمق في البحث في هذه القضايا قد ندخل في متاهات لا تفيدنا في شيء ولا يقدر عليها العقل البشري ولا يقدر عليها العقل البشري كما قلت. لأنه لكن سامحني شيخ معذرة لأنه أنت تتكلم على حكمة الله حتى الإسلام أعطانا الحل في التعامل مع حكمة. نعم. الله وهو أن نؤمن بها تعبدا تعبد. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم حلول. أولا إذا وقع الزلزال وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقع زلزال قوي. نعم. رجة خفيفة. معلش. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وضع يده على الأرض وتحدث معه. تعرف باللي من النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات يتحدث. نعم. مع الجماد ومع الحيوان. نعم. وله معجزات له, وله له خصائص. نعم. خصائص خاصة به. نعم. تحدث مع الجماد تحدث مع الحيوانات وتحدث معه الجمل تحدث. نعم. معه الجماد المنبر الذي الخشبة التي كان يخطب عليها. نعم. فلما رجت وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الأرض وماذا قال؟ قال لها اهدئي لم يحن الوقت بعد. لأن الزلزال الذي ذكر في القرآن الكريم هو زلزال يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. هذه الآية لا تتحدث عن الزلازل التي تقع اليوم. تتحدث عن الزلزال الكبير يوم الذي يقع قبل يوم القيامة في اليوم الآخر من الحياة الدنيا. نعم. الأرض تتزلزل زلزال كبير وتخرج كل ما فيها من مسلمين وغير مسلمين من كنوز إلى آخره كما قال المفسرون حسب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في عهد عمر أعدل خليفة راشد رأته البشرية لليوم. نعم. وبوجود مواطنين إن صح التعبير من خيرة البشرية. نعم. مبشرين بالجنة مبشرين بالجنة مزكون في القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين. نعم. إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه. يعني كل الأدلة تثبت بأن خير البشرية كانت في عهد قرني. نعم. والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه. هذا العهد عهد الفاروق زلزلت فيه الأرض. إذن نقول بأن هؤلاء الناس أذنبوا وفعلوا 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 ما فعلوا. لا هي آية من آية الله جند من جنود الله. لكن كما قلت لك فيه نصوص تبين الزلزال إما أن يكون إنذار إنذار لبعض البشرية ليس الذين وقعوا في وقع في بلادهم فقط. قد يقع الزلزال في منطقة ولكن هذه الظاهرة تنتشر في كل العالم. نعم. فيكون إنذار للغافل. نعم. يكون تنبيه للغافل يكون رمزية لبعض من لا يؤمن أصلا. نعم. قال أنظر أنظر إلى النهاية قد تكون أنت من بين الذين يعني وقع لهم هذا الحادث في هذا الزلزال. هذا من جهة. من جهة أخرى وضع كثير من العلماء بناء على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا أدعية خاصة للزلازل. إذا وقعت بعض الظواهر وقعوا يعني تحدثوا عن أدعية خاصة وخير الدعاء في الزلزال هو التكبير لأن الله أكبر من كل شيء, من كل شيء. وليس هناك حادث يتفطن فيه الإنسان إلى لفظة الله أكبر مثل الزلزال. نعم. فيه بعض العلماء استدلوا برواية ابن عباس التي رواها البيهقي
على أن الزلزال له صلاة ولكن لا تصلى جماعة، تصلى فرادة. ذكر السيوطي وغيره عن طريق البيهقي بأن ابن العباس لما كان في البصرة زلزلت الأرض رجة فصلى ركعتين ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وهذه الصلاة تشبه صلاة الكسوف والخسوف لأن فيها ركعتين وفيها أربع سجدات وفيها الصور الطوال معروف يعني يعني كيفية صلاة الكسوف والخسوف. هذا ما يفعله المسلم بالإضافة إلى ما ذكرته في المقدمة هو التضامن، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض. نعم شيخ، ذكرت في عهد عمر رضي الله عنه ذكرت الزلزال، ولكن كذلك في عهد عمر وقع الجفاف، وقع الفيضان، المجاعة، المجاعة. نعم عام الرمادسي لم يجد الناس ما يأكلون، حتى فيه مرض خطير وقع في عهد عمر، وهو مرض يعني كان أخطر مرض في ذلك الوقت اللي هو الطاعون. الطاعون وقع في 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 عهد عمر. يعني كثير من الكوارث كما ذكرت أستاذ محمد من زلازل، من أمراض، من جفاف، من مجاعات وقعت في عهد عمر. نقول بأن هؤلاء الناس وقد كان من خير الصحابة معه علي بن أبي طالب وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، أنا أريد أن أذكر العشرة المبشرين بالجنة. فما بالك بخيرة الناس اللي هو صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا معه. ماذا نقول عن هؤلاء الناس؟ إذن أستاذ محمد دعني يعني أقتبس من شيخنا محمد الغزالي الفقه البدوي، التدين المغشوش، الثقافة المغشوشة. نحن نعيش بثقافة مغشوشة، الثقافة المغشوشة والفقه البدوي هو الذي يؤدي بنا إلى أن نفسر كل ظاهرة على أنها عقوبة. ولكن ولكن شيخ أنا لما ذكرتها كاين كثير من الناس يقولوا هذا الكلام، هذا في بعض الأحيان بنياتهم ساكن يعاودوا هكذا ويقول لك لو كان جا ربي راضي علينا لو كان طيح الشتاء، كان جا ربي راضي علينا لو كان ما كانش الجفاف. ومسكين يتكلم بنيته يعني وكأنه يلوم نفسه، ولكن لا يعلم أنه في هذه الحالة هذه راح يتكلم في مكان الله سبحانه وتعالى، رغم أنه سامحني رغم أنه هناك من الناس من كان يلمز المسلمين يعني ويجيب بنا الوقت يعني ساعة ساعة ليش يقع زلازل غير عند المسلمين؟ لا ماشي غير هذه، حتى في وقت قبل ما تطيح الأمطار كانوا الناس يقولوا، كانت الناس تصلي في صلاة الاستسقاء ضحكوا على الناس علاش تصلوا صلاة الاستسقاء. صحيح. لماذا؟ صحيح. هل العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هي علاقة تاع أنا ندير وأنت تعطي، تعطيني يعني الـ 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 يعني شرطية أنا أدفع وأنت تقدم لي خدمة، أم أنه هناك الجانب التعبدي، بمعنى أنه هناك جانب تعبدي ما عندوش علاقة ب يعني أنا نقدم خدمة والله سبحانه وتعالى لازم يقدم هذه الخدمة هذه. هنا الأستاذ محمد يجب أن نعود إلى مسألة يعني نقصد لازم إذا صليت صلاة، أنا صليت صلاة الاستسقاء الله سبحانه وتعالى نعم وقد صلى الأنبياء وما أدراك قصة سيدنا موسى صلى كم مرة صلاة الاستسقاء ولم ينزل المطر إلا بعد القصة المعروفة أن قالوا فيكم يعني رجل فعل وفعل فخرجوه. الذي يجب أن يعرفه المؤمن خاصة هو أنه لا يتعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع هذه الظواهر الكونية بأنها تأتي بنتيجة أسباب، لم أفعل كذا سيكون كذا. لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي يتسبب في هذه الحوادث التي تقع في هذا الكون، فهو أدرى بالحكمة. أنا دائما عندما أناقش هذا الموضوع، موضوع القدر والقضاء وهذه القضايا، أقول عودوا إلى سورة الكهف وإلى قضية سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، قصة رائعة تبين معنى القدر والقضاء، كيف خرق تلك السفينة التي حملته رغم أنه فعلوا فيها الخير، كان المفروض أن لا يخرقها. هذا تصور نبي وما أدراك. لام سيدنا الخضر، لكن هذه لو لم يخرقها خرق صغير لما أخذها الملك الظالم الذي كان يأتي كل مرة يجوب في الميناء ويأخذ أي سفينة تعجبه، وقد حمل كل رغم أنه أفسد الجزء. هذه الحكمة غابت عن نبي الله الذي يوحى إليه، هذا هو القدر. عندما قتلت الشاب الصغير
ولامه سيدنا موسى بكلمة كبيرة، يعني كيف تقتل نفس، وأعظم شيء يفعله الإنسان يقتل نفس. ولكن كان لا يعلم بأن هذا الشاب لو كبر لكان يعني سبب في كفران والديه وعذاب والديه، لأنه سيكون مشاغبا. هذا هو القدر. السور الذي بناه سيدنا الخضر كان تحته كنز لليتامى، ويعني هل سيدنا موسى لما لامه قال كيف هذه القرية البخيلة التي لم تعطينا لا ماء ولا أكل أن تبني لهم هذا السور؟ كان لا يعرف هذه الأشياء. المسلم يجب أن يتعامل مع الظواهر الكونية ومع ما يقع في كون الله بعقلية الذين يؤمنون بالغيب، وبعقلية أن الله ما يفعله في كونه لحكمة هو أدرى بها وأنت لم تعلمها. كم من إنسان يغضب بسبب مصيبة أتت، لكن بعد زمن يجد أن تلك المصيبة ما هي إلا محنة في قالب منحة، ما هي إلا هي منحة في قالب في قالب منحة. ما هي إلا حادثة دفعت عنه ما كان هو أعظم وأكثر مما تلقاه في تلك اللحظة. نحن تحدث لنا أحداث في حياتنا، ربما نتألم وربما نحن أيضا نجهل في تلك اللحظات، لكن بعد مدة سبحان الله سبحان الله، ما أغلق الله باب إلا فتح ألف باب، ما أوقعك الله في مصيبة إلا ما حماك من ألف مصيبة. هذا التفسير الخرافي للدين، هذا التفسير البدوي كما يقول الشيخ محمد الغزالي، هذه الثقافة العرجاء، هذا الفهم السقيم لديننا هو الذي أوصلنا إلى ذيل الأمم. ذي جميل أن ندرس الظواهر وقد درسها أسلافنا. البارح لما هتفت لي قلت والله أحترم المستمعين وهذا يعني واجبي كنخبة، قلت أطلع على بعض الكتب أو بعض المواقع ماذا تقول في هذا الزلزال. وجدت ابن سينا كتب في الحفاظ على كتب على حفظ الناس والممتلكات من الزلزال. ماذا كتب؟ قال الحل لتقليل من أضرار الزلازل يكون بالتالي: حفر الأبار وشق الأنهار. وبدأ يتفلسف ويتكلم ويقول هناك غازات تحت الأرض، وهذه الغازات بسبب الانضغاط تريد أن تخرج، إذا يعني حفرت أبيار سيتسرب إليها هذا الغاز، وإذا قمت قنوات في الأرض سيتسرب إليها وتتقلل الأضرار. كلام عجيب. ثم تنقلت إلى إخوان الصفا كتبوا أمور علمية، وجدت بعض المقالات تناقش ما وصل إليه العلم اليوم للحفاظ على الزلزال، حتى تحدثوا عن الأسس في البنيان كيف تكون كيف تحمي، وتحدثوا عن المناطق التي تكون فيها الزلازل وغير الزلازل، ذكروا حتى يعني بلاد المغرب الكبير هذا ذكروها بالبلدان، لم تكن بالجزائر ولا المغرب ولا مرتب. يعني تعجبت أن لنا حلول لكل هذه الظواهر. هذا ليس بحرام ولا بعيب أن يبحث علماؤنا في علاج هذه الظواهر الكونية وفي التقليل من أضرارها. هذا هو الذي يجب أن يكون، ليس أنه بحكم أننا مسلمين لا يكون فينا هذه الظواهر، وهذه الظواهر لماذا تكون فينا ولا تكون في غيرنا. هم الصهاينة الإسرائيل ظلمهم وتجبرهم وكثير من الدول ولم يقع فيها شيء. الله يمهل ولا يهمل، الله له حكم، قد يطغي الإنسان ويزيده في طغيانه. ثم نترحم، نسينا أن نترحم على كل الموتى ونحتسبهم عند الله شهداء في عقيدتنا، المردوم والمهدوم والمبطون والذي توفي بالغرق والذي توفي في سبيل الله، خمسة رتبهم الله عند الله شهداء. ولا يتمنى إنسان دخل الجنة يخرج منها إلا الشهيد. لماذا؟ لما رأاه من نعيم. نحن نحتسب هذا العدد عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي المصابين. أمين. نديروا فاصل أستاذ ثم نعود للحديث حول هذا الموضوع، وإذا كنت تكرمت نولي لمسألة يعني الأسلاف بحثوا، يعني أنت ذكرت إخوان صفا، ذكرت ابن سينا، بحثوا في الزلازل، يعني بحثوا في الظواهر الكونية، نعم يعني والقزويني كتب كتاب كامل الدواج بالوقت. نعم. هل
اليوم يجب علينا أن نؤدي واجب الوقت اللي هو البحث والعلم وكذا والجهد والاجتهاد إلى آخره. الآن مثلا في اليابان تحدوا يعني نقولها بين مزدوجتين ولكن تحدوا الزلازل بطريقة البنايات الجديدة وغيرها. نديروا فاصل ثم نعود للنقاش في هذا الموضوع أستاذ. إذن مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نواصل النقاش فابقوا معنا فضلا وليس أمرا. إذن مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. طبعا نحن نتحدث حول يعني الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا ونترحموا على شهداء هذين البلدين. يعني طبعا حتى الجزائريين يعني اللي رام ثم وربما يعني كاين اللي توفى يوم أمس. كانت وزارة الخارجية أعلنت عن وفاة امرأة وابنتها نترحموا عليها ونحتسبوها عند الله سبحانه وتعالى من شهداء. وما ننساوش أنه في سوريا عندنا جالية جزائرية كبيرة وكبيرة جدا موجودة في سوريا على الأقل منذ قرنين. يعني على الأقل بلا ما ننساو الجالية السورية في الجزائر, بلا ما ننساو الأتراك اللي موجودين في الجزائر, بلا ما ننساو الجزائريين اللي موجودين في الأتراك في فلسطين في وفي غيرها. يعني ترابط كبير بين الدول الإسلامية والدول العربية, ترابط في الدماء في الأنساب في غيره. نحن نتحدث على هذا الموضوع هذا تعزيزا من باب أنه واجب الوقت اليوم هو التضامن, التضامن مع يعني المتضررين والدعاء, دعاء الله سبحانه وتعالى والتوبة وكذا إلى آخره, وعدم إصدار الأحكام, التسرع في إصدار الأحكام. بعض الأحيان هناك قلت لي يعني يصدر أحكام هو يدري ماذا يفعل, وهناك مسكين اللي بنيته هكذا يقول لك لو كان جاربي راضي علينا كان تحشتال, وكان جاربي راضي علينا ما يكونش زلزال, وكان جاربي راضي علينا ما يكونش الجفاف. كاين اللي بنيته وكاين اللي لا هو على باله شو يدير, بمعنى انه يشكك في المسلمين في علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. بعض الاحيان استهزى بصلاة الاستسقاء, استهزى بكثير من شعائر الدين الاسلامي. ضيفي فهاد الصبيحه والاستاذ موسى عبد اللهوي ومختص الشريعه الاسلاميه مشتغلون بالفكر الإسلامي بالشأن الإسلامي عموما, كان مدير سابق لشؤون الدينية. كان قبل الفاصل تحدث على يعني الأسلاف, أسلاف الأمة بحثوا في يعني في موضوع الزلازل هذا, بحثوا في المسائل الكونية, بحثوا في الكون, بحثوا في مسائل السماء وغيره. قلت بأنهما أدوا واجب الوقت, هل ينبغي علينا اليوم نحن أستاذ أن نؤدي هذا الواجب نحن كذلك؟ أنا قلت لك قبل قليل أن اليابان تحدوا الزلازل, قلت بين مزدوجتين اللي يستطيعون أن يتحدوا الله سبحانه وتعالى, ولكن في عالم الشهادة بذلوا ما عليهم. نعم قدموا الأسباب. وشوف أستاذ محمد, أولا نعيد ونكرر طرحهم على كل الموتى وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي للمصابين, ويجب التضامن, التضامن مع سوريا الشقيقة, لأن سوريا لنا تاريخ مشترك كما ذكرت, بالإضافة إلى الجالية الجزائرية الموجودة في سوريا منذ قرون, منذ عهد صلاح الدين الأيوبي وقبل, لأنه كنا نحن نعتبر أرض الشام كلها أرض رباط, لا نفرق بين سوريا وفلسطين وجزء من لبنان والأردن لم تكن موجودة أصلا. لكن الموقف السوري معنا في الثورة موقف يعني. موقف الثورة, ثورة التحرير الكبرى, موقف سوريا والعراق نعم. لا يضاهيه موقف أي دولة. وأذكر في التسعينات في العشرية السوداء لما طردنا العالم وأصبحنا علامة يعني الإرهاب المسجلة, سوريا احتضنتنا. كان الجزائريون يدخلون سوريا في كل أريحية, في كل أريحية كما احتضنتنا تونس الشقيقة. تركيا ربما بعد الله سبحانه وتعالى فضل العثمانيين علينا لولا الاستنجاد, نحن الذين استنجدنا بخير الدين وشقيقه بربروس, لكانت مثلا الآن ربما الجزائر كما يقول بالقاسم سعد الله مسيحية. نعم
هذا يعني حتى أنه خير الدين توفي هنا، وهذا يعني لابد أن نذكر التاريخ. لهم موقف أثناء الثورة أيضا، صادف قيام الثورة في 54 حكم مندرين. مندرين معروف أنه توجه ديني وتوجه قومي. قرأت في مذكرات أحد وزراء الخارجية الليبيين يذكر بأنه ساهم بباخرة أو باخرتين من الأسلحة إلى ليبيا، وعن طريق ليبيا أدخلوها الإخوة الليبيين باسم ليبيا، لأنه لا يمكن لتركيا في ذلك الوقت تنتمي إلى الحلف الأطلسي أن تساعد الجزائر وهي تحارب الحلف الأطلسي. يعني أردت أن أقول للإخوة الذين يتابعوننا، واجبنا اليوم أن نرد الخير لسوريا أولا ولتركيا بالتضامن. وأعود الآن إذا سمحت إلى الجواب على سؤالك. أولا الله سبحانه وتعالى أنزل لنا الجواب وهو اقرأ. يعني كل الظواهر كل الأحداث لابد أن نعالجها بالعلم. اليابانيون كما ذكرت أستاذ محمد ربما تفوق أرضهم أكثر من 10,000 جزيرة أرخبيل، وأكبر بلد في العالم يسجل الزلازل يوميا، ولكن استعملوا العلم، استعملوا السلطان كما قال القرآن الكريم. نعم. الذي أشار إلى أنك حتى إذا أردت أن تصعد إلى أعلى السماوات استعمل العلم ستصل. نعم. هم قدموا أسباب العلم، والآن بنوا بنايات ويعني قدموا الأسباب، وبعد ذلك النتيجة لا يهمهم، الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا لا يعني أنه نحن مطالبون اليوم، علماءنا خاصة علماء الجيولوجيا وعلماء المختصين في هذه العلوم الأرضية، أن يجدوا حلول لهذه الظواهر الكونية، وهذا ليس بعيب. ليس بعيب، بالواجب بالأكثر من الواجب. بل استمعت إلى فتوى رائعة، وأنا أتابع الشأن الديني في كل مكان، استمعت إلى فتوى أحد، إذا سمحت الأستاذ محمد، أحد المتدخلين سأل عالم من العلماء أمس وأنا أتابع القنوات الدينية، قال له ما رأيك نجمع الصلوات وربما أفرط في بعض الأذكار وفرط في بعض السنن لأنني أشتغل في الإغاثة. قال له يجب عليك، يجب أن تجمع الصلوات ولا تشتغل بالأذكار التي كنت تقوم بها، ولا تشتغل بكثير من النوافل، لأن الذي تقوم به أكثر مما كنت تقوم به من أذكار ومن كذا ومن كذا. شوف فقه الفقه، يعني كي نديروها حسابيا الصلاة والأذكار وكذا ليك أنت كشخص. نعم. ولكن الإغاثة أي للبشرية جمعاء، حتى الصلاة بصلاة بدون سبب قالوا تجمعها. قالوا لأنه هذا يبدو أنه في الحماية المدنية. قالوا يشتغل، شوف الفقه كما يقول بشير البرهيمي، فقه الفقه. فقه الفقه. لأنه واحد يقول لك مثلا مخ الهدرة، واحد يقول لك أنا ترك الصلاة ما حكمي. شوف فقه الفقه، مش تقول له العلماء قالوا تستتاب 3 سنين وإذا ما زلت مصر تقتل. لا، الجواب عند العلماء الربانيون الذين يفهمون الدين. قالوا حكمك أن أرافقك للمسجد وأبقى معك حتى تتعلم الصلاة وتعتاد عليها. في هذه المسألة هذه شيخ، مادام ما كديتني الواحد قضية الفتوى هذه، احنا ما رناش بعاد، يعني احنا رانا نتكلموا، قلت لك في بعض الأحيان الناس يتكلمون في مكان الله سبحانه وجل بنياتهم، يعني احنا ما ناش قوضات، ما ناش نوجه لهم الاتهام، رغم انه قلت كاين لي لا يعني يجيب الوقت بالمسلمين وبالشعائر الإسلامية إلى آخره، وهذا معروفين ونعرفوهم. نعم. ورانا فايقين لهم كما يقولون. نعم. لما انت تأخذ الفتوى، هل الفتوى مسألة ميكانيكية؟ يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، بمعنى سامحني باش مشاهدي فهمني، انا نحفظ كتاب الله ونحفظ كل الصحاح الاحاديث وما ورد في الحديث، ونعرف يعني حفظا هذه الامور كلها نعرفها، ونعرف السيره النبويه وكذا، هل نقدر نفتي ام انه الفتوى هي سر رباني يقذفه الله سبحانه عز وجل في قلبي وصدري وعقلي العالم الرباني؟ أولا أستاذ محمد، كم كان الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي؟
بالضبط كل علماء السيرة قالوا لما افتح مكة قبل مكة كانوا 10,000، لما افتح مكة ولوا 100,000، لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم ولوا 120,000. هذه إحصائيات، لأن أول من دخل علم الإحصاء هو النبي صلى الله عليه وسلم. عدوا لي النجارين، عدوا لي الفلاحين، عدوا لي صحابة، عدوا لي كذا، عدوا. هذا علم اكتشفه الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال، كم من مفتي في 120,000؟ أتدري كم؟ بالضبط 5-6 36. 36 نعم. صحابة تربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. 10 من الصحابة يأتيهم رجل بسؤال، الأول يحوله للثاني حتى يعود للأول. لماذا؟ لأن الفتوى إما أن تدخله الجنة أو العياذ بالله إلى النار. ولذلك كتب ابن القيم كتابه المشهور أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأن الإمام هو الوحيد الذي يمضي عن الله سبحانه وتعالى. الوالي يمضي عن الرئيس ولا الوزير الداخلية، المدير يمضي عن وزيره إلى آخره، الإمام يمضي عن الله سبحانه وتعالى. واحد. اثنين، علماءنا ما تركوا شيء، قالوا العلم كما ذكرت حفظ القرآن والصحاح، العلم لا يؤخذ من كتب ولا من صحف. من أين يؤخذ؟ ما فهمتاش هذا الشيخ، من كتب ولا من صحف؟ نارك الله فيك، أنت أعطيتنا التفسير، أنت اللي أعطيتنا التفسير، أنا عاونتك في الحكمة فقط. أنت قلت أني حافظ القرآن وحافظ الصحاح نفتي. الجواب لا تفتي. لماذا؟ لأن العلم لا يؤخذ من صحف ولا من كتب، لا يؤخذ، يؤخذ من مشايخ. الإمام مالك وما أدرك، الذي جده خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يجلس للفتوى حتى زكاه 70 من كبار علماء التابعين الذين درسوا عن الصحابة ودرسوا عن العبادين، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، من كبار علماء الصحابة 70 واحد لم يجلس للفتوى. اليوم يقرأ كتيبات وتنبت له شعيرات ويعمل قميص، ولم يدخل لا جامعة ولم يجلس لا على على يعني على أي يد أي عالم أو شيخ ويفتي. عيب، عيب. العلم أستاذ محمد هو ما قلته، لا يؤخذ من صحف ولا من كتب، يؤخذ من أفواه الرجال وبتزكية. اثنين، كاين حاجة أستاذ محمد، علمنا وش يقول لك؟ يقول لك العلوم كلها الناس متساوون فيها إلا العلم الديني. مش معنى هذا؟ العلم الديني يحتاج إلى القلب والنفس والروح النظيفة. نعم. إذا لم تكن نظيف الروح والنفس والقلب لن يفتح عليك الله سبحانه وتعالى فتوحات ربانية للفتوى. لو أعطيك الآن مئات آلاف الفتاوي يحار العقل كيف أجاب عنها بعض العلماء، لأنها تحتاج إلى سر رباني. وهذا السر الرباني لا يعطى لكل الناس. أقرأ على روح، جيب دكتوراه، جيب بروفيسور، جي أقرأ 1000 كتاب، لن تستطيع أن تفتي في كثير من القضايا إذا لم يكن القلب والنفس والروح نظيف أبدا. أنا سألتك على هذا السؤال هذا أستاذ، وكاين سؤال آخر، ولما تتحدث مع الناس هكذا يقول لك أهل العلم في الجزائر فلان أو فلان، هم أهل العلم، هم أهل الفتوى وأعلم الناس في الجزائر، يعني بأي حق تصدر حكم كهذا؟ شكون عطاك أنت؟ هل أنت أهل باش تصدر حكم كهذا؟ ثم لماذا يحصر في شخص أو شخصين وغيره ماشي علماء في الجزائر؟ أولا أستاذ محمد اليوم يعني نبقى في نعم أنا فهمتك. اليوم وصل العالم الإسلامي إلى الفتوى الجماعية خاصة في الأموال والأرواح، انتهى الأمر. اليوم فيه مجامع، مجامع فقهية دولية، فيه لجان في كل دولة هي التي تفتي. تبقى الفتاوي اللي نسميوها احنا العادية الصغرى، توضيت غلط في الوضوء كذا، الشأن الجاري يعني. الشأن الجاري هذه متروكة لأهل الاختصاص، منهم وهم الأئمة الذين لهم يعني كفاءة في هذا البال، الأئمة. أما أنه مجموعة معينة تزكي شخص وتعظمه هذا شأنها. لا ولكن سامحني، لا أنا شوف هذا شأنها، ولكن شأنها لمن؟
لمن يفهم. أنا العلم، العلم لا أخذه إلا من ثقات ومن مصادر رسمية، لا أخذه من كل إنسان، لأنه بكل صراحة أنا ولكن هل مليح أستاذ الشيخ أنا الآن استنصحك، لأنه كاين ناس يسمعوا فينا الآن، هل مليح هذا الشخص هذا اللي راه يروج ولا يقول باللي فلان هو العالم، هو أهل العلم، هو رقم واحد في الجزائر والباقي قاع يعني؟ من خوله أن يكون رقم واحد؟ جماعته من خوله؟ هل فيه مجموعة من العلماء والمشايخ الكبار قالوا هذا الرجل نحن زكيناه للفتوى؟ من زكاه؟ إما أنه مزكى من وراء البحار ونعلم به، إما أنه مزكى من جماعته، وهذه الجماعات الآن تأكل بعضها البعض. احنا نلاحظ اليوم، نتابع الشأن الديني كل يوم بيان فلان ضد فلان، فلان خرج على فلان، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا. شوف نعم، ومع الملاحظة يعني كما يقولوا أنا من الناس الذين لا يقتاتون من مآسي الناس. أنا أعرفك في حياتي محمد. عمري ما شاركت منشور أو بارتاجيت يعني حاجة من هذا القبيل. أفضل أفضل. لا، ما دايرها موقف عن علم. النشر هو مساهمة. نعم، دايرها موقف عن علم. النشر هو مساهمة ومساعدة لهؤلاء. نعم. لا. إنسان. شوف الأستاذ محمد، الزمن كفيل بأن يعالج كثير من القضايا، وبدأت الظواهر تظهر. هؤلاء الناس يأكلون بعضهم بعض، لماذا؟ لأنهم لم يبنوا قواعدهم على أسس صحيحة. رجل يبيع الدجاج، ولا رجل مش عارف يزكي هذا الشخص ويعظمه، وشأنه شأنه. لكن نحن نتحدث عن عموم الأمة، عموم الأمة، نتكلم على بلدي. نعم. 45 مليون، كم عدد هؤلاء الناس؟ 5 ملايين، نعطيهم 5 ملايين. نعم. 40 مليون. نعم. 40 مليون. وإذا أردت أن تعرف التدين الصحيح الصافي، أذهب إلى صحرائنا. نعم. تجد هناك فعلا العلم الصحيح والتدين الصحيح والمشايخ والعلماء. هذا لا يعني أنه غير موجود علماء في المدن الكبرى والحواضر، موجود طبعا. ولكن أنا أتحدث عن هذه الفئة بالذات، هذه الفئة سيقضي عليها الزمن. ولاحظنا كم من جماعات وكم من رؤوس وكم من مفتين تهاوت وسقطت، خاصة في التغيرات التي نراها الآن في العالم. ولكن الشيخ، والأفضل أنه الإنسان يعني حاجة ما يعرفهاش ما يتكلمش فيها، يعني هذا هو الأصل. أفضل رحم الله امرؤ عرف قدره. ماذا تعني هذه تعني أنني لا أتدخل في الشأن الذي لا لا يعني. نعم. أستاذ محمد، شهادة لله. نعم. تناديني كم مرة نقول لك هذا الموضوع لا أعلمه؟ خطيني. خطيني. نقول لك بالدرجة. نعم. خطيني أنا هذا الموضوع. نعم. ما نعرفوش. نعم. تذرك تقول لي داير حصة على مشكل فرنسا والجزائر. أنا منيش سياسي. نعم. لا أتابع السياسة، نصارحك. هذا موضوع مش تخصص، مش تخصصي. نعم. أسمع الأخبار الرسمية طبعا، أعرف موقف بلدي من. نعم. القضية. نعم. وانتهى الأمر. لكن أن أحلل، أنا لست أستاذ في العلوم السياسية. أنا أستاذ في العلوم الشرعية والاقتصادية. نعم. الإسلامية حتى الاقتصاد الإسلامي. لكن لست أستاذ في العلوم السياسية، لست أستاذ في الزلازل والبركين وكذا حتى يعني. ولما تحب المعلومة تستفتي في. نعم. هذا الموضوع. نعم. 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 أذهب إلى أهل الاختصاص. كم من زملاء، أنا نقول زملاء، كم من زملاء وأساتذة في الإعلام ينادوني كلهم من فضلك، أنا مانيش مختص في هذا الموضوع. نعم. من فضلك ما. كم من يعني هيئة تستدعيني لمحاضرة يتعجبوا، والله جمعية يتمنى كل الناس أنه يديروا عندها محاضرة، كلمتني روح الشيخ دير لي محاضرة في الموضوع هذا. لا. نعم. ليس أنا لا أفقه فيه. بالعودة للموضوع شيخنا، إحنا ما زلنا في موضوع سوريا والعراق الآن، واجب التضامن والدعاء. نعم. هذا هو الأصل. إحنا لم نذكر بعض الحلول الكثيرة. أولا أستاذ محمد، أبدأ بالدعاء. نعم. معظم الشعب ليس لهم يعني ما يقدمونه إلا الدعاء، ونحن أمة نغفل كثيرا عن الدعاء، وهو سلاح خطير جدا. نعم. يفعل به الله ما يشاء. نعم. أقل شيء أننا نجتهد، خاصة مع انفتاح أبواب السماء، تنزل هذه الرحمات. نعم. أنت تعرف اللي فيه نصوص كاملة أن الدعاء مستجاب وقت نزول المطر ويوم الجمعة، وإحنا في يوم الجمعة. أول شيء واجبنا اتجاه إخواننا واتجاه البشرية عموما في كل مكان هو الدعاء، أن يلطف الله سبحانه وتعالى بإخواننا في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان فيه مصائب، يلطف بهم.
يرحم الموتى ويشفي المصابين، هذه الأول. اثنين، ننتقل إلى من من الله عليه بالأموال. فيه جمعيات جزائرية ما شاء الله، أنا أتابع أخبار، فيه جمعيات هذه الصبيحة فقط فيه قناة لا أذكرها نقلت على جمعية جزائرية أنها توزع الأكل الساخن على المصابين في سوريا. الحمد لله. فيه يعني الحماية المدنية الجزائرية لها يعني تجربة رائدة. وبالمناسبة أنا قريت باللي موش كل دول تقدر تشارك في كاين يعني مقاييس دولية، مقاييس وشروط ومعايير يعني دولية. أنا أفرحني لما وجدت باللي الجزائر من بين 50 دولة من الأوائل التي لها الحق أن تشارك فيه. هذا الشيء يعني يشرف، لأن فيه مقاييس دولية كما قلت لك، فيه جمعية. ثانيا، كل مواطن، كل مواطن، تصور أنت العالم الإسلامي الآن فيه 1.8 مليار، واش دولار؟ دولار شحال؟ 20,000. كون كل مواطن مسلم يمد دولار، 1.8 مليار هذه دولار تروح غير للإخوة في سوريا وتركيا. ثلاثة، علمنا علماءنا الصلاة، يقدر الإنسان يصلي صلاة الزلزال كما صلىها العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم في البصرة. هذا شيء. اثنين، النصوص التي تتحدث عن التضامن يعلم بها الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى، المؤمنون في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ليس هناك شيء يطيل العمر ويدفع البلاء ويبارك في الرزق والأولاد والزوجة وكذا وكذا مثل الصدقة، وخاصة في هذه الظروف. صحيح. أشكرك أستاذ معذرة، يعني تحدثنا ما بديناش، لا بس يعني حتى يعني تكلمنا على الموضوع من جوانب مختلفة، وحتى عرجنا حتى بعض المسائل اللي عندها علاقة بالفتوى والفهم، ويعني مسائل مهمة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا يعني في سوريا والعراق، أن نساعدهم كمسلمين كبشر كإنسانية في سوريا وفي تركيا وفي جميع يعني المناطق وين كاين متضررين. ونسأل الله سبحانه وتعالى كذلك اللطف بالأمة. أشكرك شيخ مجددا، حديث معك شيق. طبعا برامج بلاد متواصلة، ألقاكم بعد غد إن شاء الله. إلى ذلك الحين نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.